الله عليك. نعم، سؤالها الثاني: هي شابة صغيرة لكنها يعني مبتلى، فهل هذا الابتلاء غضب من الله عز وجل؟ استغفر الله. الإمام مالك قال قولا يكتب بماء العين، نعم. قال: من لم يبتلى فليشك في إيمانه، من لم يبتلى فليشك في إيمانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فالغرض المقصود أن البلاء ملازم لأهل الإيمان، هذا عذاب هذه الأمة في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة نظيفا كالذهب الخالص أمام ربه جل في علا. فهو تكفير السيئات، لما دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يتوعك وعكا شديدا، قال: أراك تتوعك وعكا شديدا؟ قال: نعم، أوعك وعك رجلين. قال: لك مثل أجر رجلين؟ قال: نعم. فأشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. فالبلاء قرين الإيمان. في حديث يتسامح في الإسناد نستأنس به هنا: جاء بامرأة للنبي يصفون في جمالها وصلابتها، فقالوا: لم تشتكي قط. ما عندنا في مصر يقولون صار سليم، صح كده؟ لم تشتكي قط. قال: لا خير فيها. قلت نتسامح في الأسانيد، لأنه البلاء علامة الإيمان. قيل للإمام الشافعي: أيبتلى المرء أم يمكن؟ ما الأفضل؟ قال: يا بني، والله لن يمكن حتى يبتلى. فأنت هذه ليست غضب، بل هذه في كل الأحوال إما رفعة في الدرجات وإما تكفير في السيئات، وهذه دلالة على الحظوة عند رب الأرض والسماوات. صلى الله أن يعافيها، وتسألكم دعاء. نسأل الله العفو والعافية لنا ولها ولجميع المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين.